السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حابة اتكلم معاكم النهاردة ونكمل سلسلة معلومة عن ماشي. هتكلم خلي بالك مياه مدمن السكر. حبايبي مدمنين السكر لازم نعرف ان الانسان مش محتاج السكر نهائي. السكر ما بيديناش اي طاقة لجسمنا. الطاقة جاية لنا منين؟ جاية من البروتين سواء كان حيواني أو نباتي، جاية من الدهون الصحية اللي هي زي الزبد الطبيعي أو السمنة البلدي أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، وكمان النشويات المعقدة اللي هي الشوفان، الكينوا، البطاطا، البطاطس. نخلي عندنا ثقافة الكربوهيدرات المعقدة ندخلها في أكلنا. اكلك للسكر هيخليكي ان انت تبقي مدمنه سكر. كل ما تاكلي حاجه حلوه او مسكره رغبتك للحاجه الحلوه هتزيد اكتر، وفي نفس الوقت هتفتح معاكي شهيتك وما تبقيش قادره تسيطري على اكلك، وبتكوني عايزه طول الوقت حاجات مسكره. كمان بتبين كبر السن او ظهور امراض الشيخوخه، بتصابي بالسكر، بتصابي بامراض القلب. فعشان كده لازم نبعد عن السكر الابيض. وهنا السكر الابيض مش داخل بس السكر الابيض، لا ناخد بالنا من كمان الدقيق الابيض. الدقيق الابيض بيتحول ده نشويات بتتحول لسكريات، يعني بلاش مكرونه كتير، حاول بالتدريج نقلل الحاجات دي. الرز، الكيك، البيتزا، كل الحاجات ديت نستبدلها بدل بالدقيق الابيض ندخل فيها دقيق الشوفان، كربوهيدرات معقده. كل الحاجات ديت هتخليكي تشبعي، وفي نفس الوقت مش هتبقى عندك ادمان للسكر. العصاير كمان بدل ما اعمل كوبايه عصير بثلاث برتقانات، لا اكل البرتقانه كما هي، كده سكر مش هيبقى سكر صرف داخل جسمي، هيخلي عندي شهيتي مفتوحه وعايزه اكل على طول. طب انا عايزه ابطل ادمان السكر، انا بعتبر كتر السكر ده زي الادمان زي المخدرات، ازاي اتغلب على هذه المشكلة؟ اعمل ايه؟ اول حاجة نشرب مية كتير. واحنا في كل موضوعاتنا او كل كلامنا عن الاكل الصحي او اول ما بنبتدي دايت بنقول المية 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 مهمة جدا، لان هي هتشبعنا وهي اللي بتعمل عضلات. فاشربي مية كتير. كمان كل يوم في اكلك لازم تدخلي بروتين كافي طول اليوم. في الفطار يبقى فيه بروتين، في الغدا فيه بروتين، في العشاء فيه بروتين. مش هتحسي بالجوع ومش هتحسي انك مايله انك عايزه حاجه سكريه او حاجه بسكر، يعني حاجه مسكره. حاولي تلعبي رياضه على قد ما تقدري. مش قادره تلعبي رياضه، اعملي اي نشاط في البيت زي ما اتفقنا، مش شرط جيم. حاولي على قد ما تقدري تنطي، شغلي فيديوهات تدريبات، اي مجهود. كل الحاجات دي مفيدة جدا عشان تبطلي حبك للسكر. كمان اشربي المشروبات بطعمها هو، بلاش تحطي معاها سكر. زي ايه؟ زي القهوة، اعملي القهوة سادة بدون سكر وكلي معاها تمرتين او ثلاثة. خليكي تمرة او ثلاثة، خليكي بنظام الفرجي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. خدي مع القهوة شوكولاتة دارك، فالحاجات دي. اشربي الشاي كطعم الشاي، حسي بطعم المشروب اللي انت بتشربيه، او استبدليه بسكر دايت. وبالتدريج حاولي كمان تقللي السكر الدايت، كل ده هيفيدك على قد ما تقدري. كمان ابعدي عن النشويات اللي هي زي الدقيق الابيض. الدقيق الابيض احنا عارفين انه هيتحول لسكر. دخلي فاكهة، دخلي خضار، حولي الحاجات اللي بالدقيق الابيض زي ما قلت لك بالشوفان. وبالتدريج ان شاء الله توصلي ان انت السكر تبعديه خالص عن جسمك. اتمنى يا رب ان انا النهارده اكون فدتكم بمعلومه ولو صغيره. ولاول مره يشوف قناتي ينورني ويشترك في القناه ويفعل الجرس، ومتنسوش اللايك حبايبي والشير عشان كل الفيديوهات توصل والفايده تعم لينا كلنا. واشوفكم في معلومه جديده على الماشي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.